سي رشيد مرحبا بك. بارك الله فيك. عاود لي القصه ديال ولدك اللي من باقي صغير 3 سنين 3 سنين ونص تخلع بالحاولي ديال العيد، وحنا دابا تنهضروا في المناسبه ديال العيد في عود الفرحه، الولد تصدم. عاود لي شنو وقع بالضبط وكيفاش تطورت الحاله ديالو؟ اختي كانت هو كان اللي كان في عمره 3 سنين كانت تلقى لواحد الصدمه، كان بقى تقريبا شي 25 من العيد الكبير. ما سمعتكش مزيان. كانت بقى تقريبا شي 25 من العيد الكبير. وخرج عند واحد الحولي لواحد البلاصه في وسط الدار. وربما هذاك الحولي ضرب برجله وهذاك الشيء ويتخلع. طاح الوليد انا بطبيعه الحال طاح الوليد في غيبوبه تقريبا من 10 الصباح لحتى 5 العشيه. واو. زدتو هذيك الساعه لوبيتال الاسفي. درت ليه سكانير وهذاك الشيء. دخلتو للسبيطار محمد الخامس، قال لي خصك دير ليه سكانير على برا، خرجتو درت ليه سكانير وهذاك الشيء. واش طاح على راسه ولا غير غاب ولا كيفاش؟ حيت هذيك اللحظه ما كان معاه حتى شي واحد، ما كانت معاه لا الام ديالو لا حتى شي واحد. ما عرفوش كيفاش اش وقع، واش طاح على الراس، واش نطحوا لحوليه، واش سميتو، ما عرفناش كيفاش. هي؟ الور هبطت اختي درت ليه سكانير وهذاك الشيء، جبتو للطبيب، شاف الطبيب سكانير وهذاك الشيء. ما فيه حتى شي حاجه. دخلوا الدري لي راديو وهذاك الشيء، بيريفو داك الوليد من الفوق وتحتو، ما فيه حتى شي حاجه. بعد 5 العشيه عاد عقل. ايه؟ قال لي الطبيب هذيك الساعات خصك تديه، راه المهم راه ما عنده والو هذاك الشيء. بقى الوليد من بعد الشهر الاول بقى تجيه نفس الحاله اللي طرا لي، الحدث اللي طرا لي المره اللي تمام. مسكين. بقى تيطيح تقريبا، كاين بعض المرات اللي تيطيح نص نهار كله هو في غيبوبه. نص نهار واش غايب ولا تيضرب ولا تيبقى تيضرب بيدو ورجلو؟ نص نهار وهاد المشوار تتمشي ليه في عواج. تمام. بقينا اختي اتجهنا للاطباء اللي مختصين بجهاز العصبي والامراض النفسيه. بقينا تنعالجوا في الامور بالادويه وهذاك الشيء، وما حتى شي دوان اللي ناسب الوليد ما. بقيت كل طبيب تنضرب معاه تقريبا عام ونص، تنعاود نشونجي عاوتاني الطبيب. وبقيت لحد والولد بقى هو بقى هو. دابا الضحيه الكبيره هي الام دابا اللي كتعاني معاه. دابا انا مازال كنخرج تنجيب لوليدات ما ياكلوا هذا. الام هي اللي تتبقى معاه. دابا انا وصلوا لواحد الدرجه لا تصور. دابا الام دابا شنو السلوكات اللي تيدير في الدار؟ دابا هو العنف شنو؟ تقدر يهرس ليها الحوايج اللي في الدار، تقدر بعض المرات الا ما ساعدتش معاه تقدر يضربها، فهمتيني اختي. عنده 12 عام ولدك دابا؟ 12 عام. كيضرب تيهرس خوته؟ تمام. العلاقه مع خوته؟ الا ما كانش معاه شي واحد يقدر يضرب خوته. كيضرب؟ تمام. الا خرج مثلا خبى لك شي حاجه على برا ولا شي حاجه ما تقطع عليه لحمه ما يجيبهاش لك. ياك. انا مازال حتى الساعه اختي تنعاني دابا من هذا المشكل على الله. معلومه تاعي. المشكل مشكل كبير هذا. تمام. وتيشرب الدواء؟ تيشرب الدواء لكن ما كاينش نتيجه اختي. زعما الدواء ما كاين حتى شي دواء اللي تيوافقوا ما كاين. هو تمام. ديما العنف وديما التهلاس. وخا كياخد طريقو ديال الدواء لان ما كاينش نتيجه. وشنو الحل؟ والحل اختي الحمد لله مازال تنترجاو الله تبارك وتعالى يفتح لنا شي باب الخير ان شاء الله. دابا انت ماشي ما كديرش الدواء لولدك ولا راه انت تجري، علاش ما شدوش السبيطار تيشدو ويقادو للوضعيه ديالو؟ ما لقيتش مساعده اللي يعني دابا هاد الجمعيات اللي يساعدوهم مثلا يقدروا يقبلوا هاد الحالات بحال هكا. فهمتيني؟ ما عمرك ما ديتي السبيطار ديال سلا ولا؟ لا اختي لا. لا وفين ديتيه؟ مشيت كنتيتو لواحد الجمعيه في اسفي. ايه انت في اسفي ساكن؟ لا ساكن الوالديه. ايه في الوالديه. ومن بعد بقيت متبع معاهم حتى هما يا جوج مرات في الاسبوع. كيشوفوا الطبيب وهذاك الشيء، تيعطيه التريتمون ديال الدواء. كيجي كيتناول الوليد الدواء وهذاك الشيء ولكن ما كاينش شي نتيجه، تيبقى الوليد هو. لحد الساعه انا المشكل اللي تنجري عليه دابا هو كون عيت شخص لي المرض ديال ولدي ما يبقاش فيه الحنان، نبيع كل ما عندي عيري تشافى لي ولدي. دابا ما عرفتيش ولدك مالو، شنو المرض ديالو؟ ما كاينش شخصية تشخيص المرض، ما كاينش شيء.